في إطار الشراكة بين بلدية درج وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، استقبل عميد البلدية وأعضاء المجلس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من المشاريع التنموية في بلدية درج. استقبلنا اليوم احنا في بلدية درج عدد من المنظمات الدولية زي منظمة اليونيسف، الاي او ام، اليو ان دي بي اصلا، وايضا الاوتشا. هذه المنظمات تقدم دعم مباشر للبلديات في ليبيا ومن بينها بلدية درج، لان نطمح ان نكون في دائما في شراكة مستمرة. قمنا بجولة كاملة وشاملة للبلدية. الاجتماع الذي حضره عدة مسؤولين جاء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي سينفذها برنامج الأمم المتحدة في بلدية درج، بالإضافة إلى مناقشة بعض المشاريع المستقبلية التي تتضمن رفع قدرات الشباب والمرأة في بناء المجتمع وتطوير ملف التعليم في البلدية. بإذن الله نستفيد ونحن كبلدية درج من هذه الزيارة في استثمارها في تقديم الخدمات للمواطنين، خدمات في المياه والصرف الصحي وفي النظافة العامة، وخدمات للشباب وللمرأة وفي القطاع الصحي. وخلال الزيارة التي أجراها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، تم افتتاح مركز الرعاية الصحية ماتريس، وذلك بعد الانتهاء من صيانته من قبل المجلس البلدي، حيث أكد المسؤولون استمرار دعم القطاع الصحي المتمثل في جميع المراكز الصحية داخل بلدية درج.